بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا بشرح رسالة القواعد لشيخنا السيد أحمد بن إدريس رضي الله تعالى عنه، المسمى بالإلهام النافع لكل قاصد، على رسالة القواعد لشيخنا الإمام الجعفري. قد وصلنا فيه إلى قول الشيخ ملحوظة، فعليك يا أخانا في الله تعالى بجولة فكرك في تلك المعاني بعد تطهيرك للأمان، يعني المعاني التي ذكرها الشيخ، وهي التعارف في عالم الأرواح، التعارف في عالم الأرواح مع شيخك، وهبة المولى من علم الحقائق لمن أراد أن يوصله إلى تلك المراتب العلية. ولذلك ينفع عليك يا أخانا في الله بجولة فكرك في تلك المعاني بعد تطهيرك للأواني. الأواني اللي هي الجوارح والأعضاء، وعلى رأسها الملك، ملك الجوارح هو القلب، أي ملك الجوارح القلب، ووزيره العقل، وعساكره الأعضاء. أهم حاجة استقامة إيه؟ استقامة الملك وتطهير الملك، تطهير الملك من كل ما ينقصه وينزله عن رتبة الإيه؟ الملوكية. في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالإنسان إذا تطهر قلبه وعقله وجوارحه من كل ما يغضب الله تعالى، أفاض الله تعالى عليه من الأنوار والأسرار والفيوضات ما لا يدخل تحت حصر ولا عد. ولعلك أن تدنو من باب دخلنا منه أو دخلنا به كأسلافنا. الشيخ المعروف لعلك، يعني إذا طهرت الأواني لعلك أن تدنو من باب دخلنا به كأسلافنا، أي من الأولياء العارفين قبلنا، دار بلا فنى مفتاحه فنى، هو فناء النفس، دار بلا فنى مفتاحه فنى، فإن أفنيت نفسك فقد أبدلت أنسك. ومعنى فناء النفس يعني محو صفات النفس الأمارة بالسوء حتى تستبدل بالأنفس النورانية، تخش في اللوام والملهم والراضية والمرضية والكاملة. هذه معنى إيه؟ هذا معنى فناء النفس. فإن فناء النفس فاتحة السر، لكن من طول ما النفس باقية في أمرها بالسوء، هي النفس الأمارة بالسوء دي نفس ظلمانية، ولذلك الشيخ الدردير رضي الله عنه في تحفة الإخوان قال: ورد النفس الظلمانية الأمارة دي وردها لا إله إلا الله،
فحينما يذكر كلما ذكر أخرج من قلبه ظلمة وأودع مكان الظلمة نورا. قال ومن ثم فمن الأفضل أن يميل ناحية النفي ناحية اليمين لا إله إلا الله، وناحية الإثبات جهة القلب، ينفي الظلمة ويثبت النور. هكذا يقول الشيخ الدكتور أبو عبد، يعني لا إله إلا الله لما يذكر، يكون مثلا وحده في خلوة أو في مجلس الذكر، يعني يبدأ باليمين ويختم بالشمال جهة الإيه؟ جهة القلب. لا إله إلا الله. فكلما فعل ذلك كلما أخرج من قلبه ظلما ووضع مكانها نورا حتى يخرج من هذه النفس الأمار بالسوء. فإن أفنيت نفسك فقد أبدلت أنسك وفرقت بين الأنسين. يعني في أنس بالنفس وهناك أنس بالله تعالى. فصاحب النفس الأمارة يأنس إلى نفسه، يعني كما تأمره يعني ينفذ ايه كلامه، مستأنس به. لكن صاحب النفس النورانية لا، استبدل أنس النفس الأمارة بالسوء بالأنس بالله تعالى. قال لا سيما إذا واظبت على الحزبين الأولين فقد تعجب منهما أرباب العصمة. في أحزاب السيد رضي الله عنه الحزب الأول والثاني من الأحزاب الخمسة للسيد رضي الله عنه، وما ينطبق على أحزاب السيد أحمد بن إدريس رضي الله عنه ينطبق على أحزاب مولانا الشيخ صالح رضي الله تعالى عنه. ليه؟ لأنها نتيجة للاشتغال بها، نتيجة للاشتغال بها. فكل مريض طبعا يعني يرث من حال شيخه بقدر تمسكه به، فيحصل له من الفيض مثل ما كان يحصل للشيخ. فعليك يا أخانا بعلو الهمة، فقد آن لك ما آن ولكل وقت أذان. فأذن مؤذن البداية وأذن مؤذن النهاية، ففي أي المرحلتين ذات العيرين أنت؟ وهل سرق منك وقتك أم أنت للوقت حفظت؟ شوف كلام الشيخ طبعاً. أولا علو الهمة، يقول فعليك يا أخانا بعلو الهمة، لأن علو الهمة يصل لصاحبه إلى القمة، كما قال الإمام علي رحمه الله وجهه، علو الهمة من الإيمان. فبقدر الإيمان تكون الهمة، يعني إذا قوي الإيمان قويت الهمة وعلا، وإذا ضعف الإيمان ضعفت الهمة. فالإيمان يعني يصير كالهباءات وكالذرات في القلب، ويزيد حتى يكون كالجبال الراسيات. قارن تعدي باء
بين الهباءات والذرات وبين الجبال الراسيات. ما فيش مقارنة؟ تقول إيه نسبة الذرة ذرات الرمال للجبل؟ لا شيء، لا شيء. هكذا الإيمان يعني يضعف القلب حتى يكون كالهباءات والذرات، يعني على الزوال والعياذ بالله، ويكون في القلب كالجبال الراسيات. لذلك لما سئل سيدنا أنس بن مالك، سئل هل كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحكون؟ قال نعم، والإيمان في قلوبهم أرسخ من الجبال الراسيات. مهما ضحك والإيمان في قلوبهم أرسخ من الجبال الراسيات، يعني حتى لو ضحكوا بأفواههم لكن قلوبهم مليئة بالإيمان الراسخ الذي لا تزلزله شبهة بوجه من الوجوه، ولا يستطيع الشيطان أن يضحك عليه رضوان الله عليه. يعني شوف الواحد منهم من إيمانه الراسخ يعني ترك البلد التي ولد فيه وترك الديار وترك الأموال وهاجر بثيابه التي عليه، يعني حتى ما شافش معاه أي شيء. يعني سيدنا صهيب الرومي لما كان يعني شغال يعني في معاه مال وجاي يمشي من مكة، قال له أهل مكة يعني جئتنا صعلوكا لا مالك، فدلنا على مالك أين هو؟ لأنه خرج وقال لهم إيه؟ لن يصل إلي منكم أحد وفي كنانتي سهم، يعني الأسهم دي بعدد الرجال معنا ما حدش يقدر عليها رومي. قال له طيب انت ايه جئتنا صعلوك لا مالك، فدلنا على مالك. قال خذوا مالي، مالي في المكان الفلاني. ادي الايمان اللي هو ارسخ من الرواسي الجبال او من الجبال الرواسي. فدلهم على مالي فتركوا وهاجر فرحا مسرورا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اول ما وصل النبي صلى الله عليه وسلم ربح البيع أبا صهيب، ربح البيع. ولقي الآية مستنياه، الآية المبشرة، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله أكبر. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا. أدي الإيمان هو إيه؟ كالجبال الرواسي، حب الله حب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الكنز عندهم، أما الدنيا دي فتحت أقدامهم يدرسونها. أما نحن يعني عندنا طبعا الدنيا دي تاج راسنا فوق الراس، لكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت القدم. فكل واحد يحطها تاج راسه، واحد يحطها تحت النعم، ما فيش مقارنة. لكن ده كله من علو ايه؟ من علو الهمة على قدر الإيمان، على قدر الإيمان. ما فيش واحد من الصحابة من المهاجرين حدثته نفسه أن يرجع إلى مكة ويبحث عن 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 دار ابدا، يؤدي العمره او الحج ويرجع الى المدينه خلاص. ما تخطرش على باله انه يرجع على اساس انه ياخد يعني يشوف بيته مين خده ولا مين ورثه ولا مين
استولى عليه ابدا لا يخطر في باله رضي الله عنه، لان وجهتهم ابتغاء وجه الله تعالى. للذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون. بس كفايه يعني دي هذه النياشين والتيجان يقدر هو يستبدل بها حاجه ثانيه؟ خلاص دي حاجات من الله، خواتم ختمت وشهاده من الله يعني يعتزون به. مفيش حاجه اسمها نرجع ثاني نرجع نروح فين؟ حتى النبي عليه الصلاه والسلام يعني قال الانصار المحيا محياكم والممات مماتكم. يعني انا ما برجعش ثاني لمكه خلاص. خلوا الناس يعني ترجع بالشاه والبعير والامان وانتم ترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم الى الحلب. يعني كفايه عليكم، كفايه عليكم ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول الانصار كفايه عليكم ماذا؟ وهنيئا لهم. عليك يا اخانا بعلو الهمه فقد ان لك ما ان ولكل وقت اذان. يعني انت دخلت في اهل الطريق. اذن مؤذن البدايه واذن مؤذن النهايه. النهايه وان الى ربك المنتهى. ان الى ربك الرجعى. خلي بالك. والبداية بدأت في الطريق، فإياك إيه؟ أن يفوتك الأذان الثاني مؤذن النهاية. أحسن إيه؟ يعني ينادى عليك ما يلقاكش تضيع. يعني ففي أي المرحلتين ذات العيرين أنت؟ أنت في الأول ولا في الآخر؟ خليك ماشي يعني تدرج حتى تصل. قال وهل سرق منك وقتك ام انت للوقت حفظت؟ يعني الانسان بيسرق منه الوقت، بيسرق يعني الشيطان يسرق الوقت سرقه يختلسه. يجي يقعد مثلا في مجالس العلم او الذكر او القران يخليه كل شويه ينظر في الساعه، كل شويه يعني يروح النادي يروح المقهى يروح في الشارع ما يبصش في الساعه ابدا. شوف السرقه، شفت الاختلاس، الاختلاس. تجد الناس في الجمعه أو في الدروس العلم أو في المقارئ أو في أي مجلس خير كل شوية بص في الساعة، عدى نص، عدى ربع، عدى. ده هيخلينا للفجر. الشيطان طبعا إملاءات، إملاءات، إملاءات الشيطان. طيب روح اقعد كده في الشارع، حد بيقول الساعة كام؟ أبدا. ولا ينظر في الساعة، وبالساعة فيه أقرب من كده، لكن ما ينظرش فيه، ما يلزموش، لأنه قاعد كده في الهواء مع النفس الأمار بالسوء. اجلس وهكذا مضيعة، مضيعة للوقت. يعني الشباب الآن مثلا يدخل على الفضائيات والنت فبيسرق منه الوقت، بتسرق منه الايام مش الوقت بس، ايام ايام وليالي. مفيش طبعا حفظ للوقت اطلاقا. ده حتى الفرائض مضيعه بجوار هذا النت، مضيعه. سرق الوقت واختلس الوقت اختلاسا. وهل
سرق منك وقتك أم أنت للوقت حفظت؟ ليه؟ لأنه طبعا سيدنا الحسن البصري رضي الله عنه قال عن الصحابة، لأنه رأى 100 من الصحابة، أدرك 100 من الصحابة، سيدنا الحسن رضي الله عنه قال لقد أدركت أقواما كانوا على ساعاتهم، طبعا مش الساعات دي، كانوا على ساعاتهم يعني الوقت، أجزاء الوقت، كانوا على ساعاتهم أشفق منكم على دنانيركم ودراهم. قال فكما لا يخرج الواحد منكم درهما أو دينارا إلا فيما ينفع، فكان الواحد منهم لا ينفق وقتا في غير ما ينفع أبدا. شوف أنت طبعا لما يكون معك فلوس ما كنتش عارف رايحة فين جاية منين، ما تطلعها ولا أنت بتطلع قدامك كده أبدا. شوف هم كانوا هكذا، الوقت زي ما يقول هو عندهم، إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل إليهم من ربهم، قرآن، فكانوا يتدبرونها آناء الليل وأطراف النهار باستمرار. هذا الصحابة، هذا الصحابة رضوان الله عليهم، ده النبي عليه الصلاة والسلام حذرهم من الجلوس في الطرقات، في الطرقات مش على المقاهي أو النوادي أو النت مثلا أو السينمات، لا، إياكم والجلوس على الطرقات، حيث إما في المسجد وإما في البيت أو في عمله، بس إياكم والجلوس. لما قالوا ما لنا منها بد إنما هي مجالس مجالس صنعاء، قال فأعطوا الطريق حقه، خلاص برضو حفظ الوقت. قالوا حق الطريق يا رسول الله قبض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يبقى برضو وهو جالس في الطريق حافظ الوقت، مش ضايع مني، خلاص غض البصر، مفيش فرق، مفيش ايه وقوع في الحرارة، كف الأذى، اللسان مربوط برباط الشريعة، لا يتكلم إلا فيما يعنيه وينفعه، إما أن يذكر الله تعالى. واحد قال السلام عليكم، يرد السلام 30 حسنة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعدين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واحد فلان كذا، لا خلينا هنا، لا يجوز، مش يسمع الكلام، ينكر بقلبه ويقوم. حافظ الوقت ولا لا؟ حافظ الوقت حتى وهو على قراءة الطريق. لكن المشكلة عادي الإنسان بيجلس في على 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 الشارع، يعني سبحان الله منفلت منفلت من أي رباط شرعي، مفيش، بل يجعل نفسه يعني حكما على الناس، فلان معوج، فلان مستقيم، فلان كذا، يعني تزوج، طلق، خطب، واحيانا يخمن ويرجم بالغيب، الظاهر كذا وانا اظن كذا، يعني القيل والقال كما يقولون بدون علم، كل ده سرقة إيه؟ للوقت، هذه سرقة للوقت. ولذلك الإنسان بيحزن حزنا شديدا حينما يجد مثلا مجالس العلم، مجالس الذكر،
مجالس القرآن، أي مجلس مجالس الخير تجد فيه أناسا معدودين. تذهب إلى مجالس السوق لما يكون في ماتش كورة مثلا، شفت أنت الأعداد فوق بعضهم فوق بعضهم، يبقى الواحد يعني محصور في البول وما يقومش علشان المكان ما يضيعش، وبيتفرج على المباراة أو الفيلم أو أي شيء، كل ده من الحرص، والحرص على الباطل مش حرص على الحق، حرص على الباطل وضياع الوقت لا في الدنيا ولا في الآخرة. كما قال سيدنا عمر، سيدنا عمر قال إني لأكره الرجل السبهللة، قال وما السبهللة يا ابن المؤمنين؟ قال الذي لا عمل له لا في الدنيا ولا في الآخرة. أهو ده، لا مستفيد دنيا ولا مستفيد في الآخرة، مفيش أي شيء. ولو أنت عملت يعني إحصاء للـ 24 ساعة يعني لا تجد ساعة أو ساعة ونصف منها للعبادة، والباقي ضائع فيما لا يعمل لا في دنيا ولا في آخرة. ثم قال الشيخ: وهل ذكرتني عند أورادك أم شغلت عني بأموالك وأولادك؟ قال: فما حظي بنا من نسي قربانا، ولا نال منا من غاب عنا. وهل ذكرتني عند أورادك؟ طبعا من ضمن يعني أدب المريد أن يستحضر دائما صورة الشيخ وهو جالس يقرأ أوراده، استحضار صورة الشيخ، لأن استحضار طبعا يعني صور العارفين يطرد الشيطان عن الإنسان. وراثة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو باب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم إنما رأيت الشيخ، تستحضره بطريق الوراثة. ولذلك الشيخ قال إيه: واذكرهم بفواتح مقبولة تفتح لك الأبواب عن إقفال. الإنسان يبدأ الأوراد يقرأ الفواتح للشيخ أو للشيوخ للسلسلة، يقرأ الفواتح، لأن أنك حينما تقرأ الفاتحة تحضر روح الشيخ عندك وفي مجلسك. الشيخ قال: ونحن بعد الموت كالأملاك، فهل نظرت دورة الأفلاك؟ يعني أننا بعد الموت أرواحنا كالملائكة، يعني تنتقل من المشرق إلى المغرب ومن الجنوب إلى الشمال، أرواحنا كالأملاك، فهل نظرت دورة الأفلاك، دورة الشمس والقمر والنجوم؟ فنحن ندور في الكون بأرواحنا كهذا. أم شغلت عني بأموالك وأولادك؟ يعني شغلت عن الأوراد، شغلت عن الشيخ بالمال والولد، وأخذت إيه؟ يعني تلعب معهم ونسيت إيه؟ الشيخ ونسيت الأوراد. فما حظي بنا من نسي قربنا، فما حظي بنا من نسي قربنا، ولا نال منا من غاب عنا. دائما عندهم الشيخ الدكتور بن العرب
تحفة الأخوان مركز عليها يعني جدا جدا جدا. هو إيه يعني الاستحضار الشيخ في أثناء قراءة الأوراد. قال وإنها سبب في الترقي. سبب في الترقي. ليه؟ لأن روح الشيخ طبعا روح قوية وأنت روحك ضعيفة. يعني زي ايه؟ البطارية القوية اللي بتشحن البطارية الضعيفة. بالضبط. فطبعا يعني قرب الأرواح القوية دي ينتفع به المريد باستمرار ويترقى. هذه هي اسمها التربية. التربية بايه؟ بالنظر. كما قال السيد أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه قال نحن كالسلحفاة تربي ولدها بالنظر. لأن السلحفاة معروف إنه إيه؟ يابسة من تحت ومن فوق. السلحفاة دي تبيض مش تولد. خلي بالك هي السلحفاة دي بر مائية. ذكر علامة التميمي في حياة الحيوان أن السلحفاة تكون على ساحل البحر فتضع بيضها على الساحل وتكون هي في الماء وتنظر إلى البيض فالبيضة التي تنحدر بعيدا عن نظرها تفسد والبيضة التي تكون أمام نظرها تصح. هذا كلام واحد يقول ازاي؟ هو سبحان الله لأسرار الله في مخلوقاته. ثم عندك الحاسد. الحاسد بينظر إلى أي شيء يجيب الأرض بيخرج من عينيه شعاع يهلك الذي أمامه. مش النبي صلى الله عليه وسلم إن العين لحق وإنها لتدخل الرجل القبر والجمل الكتف. والقرآن قال وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا ذكر. أي لا يزيلونك من مكانك. يعني تسألني أهو ربنا وضع في عيون الحاسد شعاعا يعني يصل إلى المحسود فيقتل في الحال. في الحال. ولذلك أمرنا إيه؟ بالتعوذ من شره. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. يعني لابد أن تحصن نفسك من شر الحاسد لأن إيه؟ يعني لأن عينه يخرج منها شعاع أشد من السم القاتل في الحال يقتل. فليس على الله بعزيز أن يجعل في عيون العارفين أنوارا وأسرارا ترقي مريديه وتلاميذه. أي أحسن واحد يقول كيف هذا؟ هم قالوا هذا والتسليم بكلامهم ولا يطلب صلاه. هم قالوا نحن كالسلحفاة تربي ولدها بالنظر. زي الشيخ قال عن أهل البيت سيدنا الحسن وسيدنا الحسين وسيدنا زينب رضي الله عنهم وفي نظراتكم سر خفي يسر بسره قلب الحسن. وأنت يا حسن يا رحمة ظهر ويا حسين الذي بالذكر لم ينم إليهما الجسم بالقلب العليل أتى فنظرة منكما تدنو من العدل. يعني النظرة من أهل البيت تجلو العتم من القلب فنظرة منكما تجلو من
العدم أي من الظلام. ده إيه؟ بنظر بنظران أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل ذكرتني عند أولادك أم شغلت عني بأموالك وأولادك؟ فما حظي بنا من نسي قربنا ولا نال منا من غاب عنا. ولذلك الشيخ دائما دائما ينبه على أن الشيوخ وأن أهل البيت يحضرون الحضرة، حضرة ربي ومن فيها سر المتعالي، من يدخلها في الأمان لا يخشى من أهوال. أهل الله، أهل الله مثل العباد، جاؤوها بالتوالي. فالذي يواظب على حضور الحضرة ينال من نظر أهل البيت ومن الشيوخ ما ينتفع به. إذا مرة واحد يقول للشيخ أنا أريد أن أرى مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه، يقول للشيخ قال له يكفيك أن الإمام الحسين ينظر إليك ويراك وأنت في الحضرة. واحد تقول عايز أسأل الشيخ أزور سيدنا الحسين، قال مولانا الإمام الحسين معنا في الحضرة. هتهمل أنت وتروح؟ قال هو معنا. فإنهم عند ذكري في مدائحهم في حضرة المدح فرنا من حضوره. ذكرنا أكثر من مرة أن الشيخ لما قال كأنه عند ذكري في مداح في حضرة المدح، مولانا الإمام الحسين قال له لا، لماذا تقول كأنه؟ قل فإنهم عند ذكري في مداح في حضرة المدح، فإنا نحن فعلا. هذا الشيخ يحضر أهل الإجلال رضوان الله عليهم، يحضرون مجالس ذكرهم ومدحهم فينتفع المريد بهم ويكفيها. وكم من ناس هنا جلسوا في هذه الحضرة وفي غيرها من حضرة الشيخ ورأوا مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في الحضرة، بل يمر بين الصف. ذكرنا يعني هذه الرؤيا أكثر من مرة. واحد من المحبين قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمر في الحضرة، ورأيت مولانا الشيخ صالح رضي الله عنه يمر وراءه. قال حتى رجع كان عباية الشيخ كانت تلمسني وانا جالس يمر قدامي هو قاعد. قال ومكث الى اخر الحطب. قال وصلنا وقف عند المنبر وكل من حضر الحضره سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وسلم على الشيخ. قال هذه روحي، يعني هو يسكن القاهره وراء الرؤيا دي في المولد النبوي منذ 5 سنين أو 6 سنين. ويعني أرسل إلي وقال لي لازم تبلغ هذه الرؤيا للإخوان بإذن، يعني مع الإذن بالإباحة زي ما قال الشيخ، وأهل الحب قد باحوا وسامحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الأمور تحتاج إلى عقيدة وتحتاج إلى علو همة.
ليه؟ في ضعف شديد جدا في حضور الحضرة، يعني ناس محددة نصف ساعة، ناس محددة ساعة، ناس تقصر الدين، ناس تحضر الختام، ناس تحضر البداية، والحضرة كلها ساعتين أو ساعتين وربع، يعني شيء لا يذكر بجوار الوقت، يعني الوقت الواسع، مرتين في الأسبوع يعني حوالي 4 ساعات من 175 ساعة. مش الأسبوع في 175 ساعة تقريبا، 4 ساعات من 175، في نسبة؟ ما فيش نسبة، تحسبها بالنسبة تطلع إيه؟ لا شيء. 175 ساعة فيها 4 ساعات مجلس ذكر، ساعتين وساعتين، يعني موزعة كل 3 أيام مجلس، ومع ذلك يعني الحضور ضعيف جدا. ده كله ده من سقوط الإيه؟ من سقوط الهمة، من سقوط الهمة. وإلى أين يصرف الإنسان من المكان؟ لا إلى شيء، لا شيء، إنما هو الشيطان يعني يوسوس إليه حين يجلس بوساوس لا حصر لها ولا حد، حين يخرج لا يوسوس إليه شيء، خلاص أهم حاجة اقتلعه من مجلس الخير، وهذه وظيفته كما قال الله: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر الشاهد عنه، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. فاعرف عدوه حتى تفلح، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، يعني هو حينما يأمر بالخروج من مجلس الذكر أو العلم أعصر، مفروض لأنه عدو لا يريد لك الخير. والسيد أبو الحسن الشاذلي قال: فهم قوم من هذه الآية مفهوم الآية: وإن الرحمن لكم حبيب فاتخذوه حبيبا. قال: فلما اتخذ الرحمن حبيبا كفاهم الحبيب مضرة العدو. انظر، انظر الى فهم العارفين، يعني انت اتخذت الرحمن حبيبا تذكره ولا تنساه، يبقى هيكفيك مضرة العدو. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. أهل التقوى، أما إخوان الشياطين كما قال: وإخوانهم يمدونهم في الغيب ثم لا يبصرون، أعاننا الله من ذلك. فما حظي بنا من نسي قربنا، ولا نال منا من غاب عنا. ثم قال الشيخ: من حكم العادات حرم من البركات، من حكم العادات حرم من البركات، اللي هي عادات النفس، عادات النفس. واحد يقول: انا تعودت ان افعل كذا وكذا وكذا، يعني هو ما يقدرش يبطل العاده الذي يعني تعود عليها، يريد أن يسكت، يعني يسكت عن العادة. فالذي يحكم العادات يحرم من البركة، يعني واحد تعود كل يوم أن يذهب إلى المطعم أو أن يجلس في الشارع أو أن يذهب إلى أحد أصدقائه ويعني يتسلى معه ويتسامر، في لا شيء
الكلمات مثلا لا تأتي مجلس العلم أو مجلس الذكر أو قراءة القرآن أو الحضر، يقول لك أنا تعودت على كذا وكذا وكذا، خلاص. أنت يا فلان لماذا لا تصلي في جماعة؟ أنا تعودت أن أصلي في البيت، خلاص. هدى عظيم، من حكم العادات حرم من البركات، خلاص. لأنه هو تابع للهوى، اتبع الهوى، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، هذا هو اتباع الهوى. وده كثير جدا طبعا في المجتمع، اتباع الهوى واتباع العادات بالذات، تعود على كذا، تعود على كذا، فتراه ايه؟ تراه محروما من كل خير، بسبب ايه؟ اتباع العادات وتحكيم العادات. من حكم العادات حرم من البركات، اللي هي عادات النفس. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في الطبراني قال ايه؟ تعودوا الخير فانما الخير بالعاده، وحافظوا على نياتكم في الصلاه. هذا حديث صحيح. تعودوا الخير فانما الخير بالعاده، يعني انك لو عودت نفسك على الخير صار الخير سجيه لك وصار هينا عليك. تعودوا الخير انما الخير بالعاده، الخير عاده والشر نجاه، في حديث اخر. يعني اذا عودت نفسك على الخير تعودت، عودت نفسك على الشر تعودت، وهكذا. تربيه، هذه تربيه. فكيف تربي نفسك؟ تربيها على الخير، تعودوا الخير. يعني اجعل نفسك انت تتعود دائما، تتعود الانفاق، تتعود الصلاه في وقتها، تتعود قيام الليل، تتعود السؤال عن الاصدقاء، تتعود صله الرحم، تتعود الامر بالمعروف، تتعود النهي عن المنكر، تتعود بر الوالدين، وهكذا. فلو تعود الانسان الشر اصبح عاده له، حتى يصير سجيه له، اعاذ الله من ذلك. ونكتفي بهذا القدر، ونسال الله تبارك وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا.